لكم دور كبير بدعم هذا الحفل والمهرجان الكبير للسلام. بالتأكيد فزعة أحد المشاركين والداعمين الرئيسيين لمهرجان السلام العالمي، بالتأكيد نحن نشارك ونساهم وندعم ونساعد كل مهرجان يرسل رسالة إيجابية عن مدينة الموصل ويعكس الصورة الحقيقية التي تثبت ادعاءات كذب داعش التي زرعها في أذهان الكثير من الذين لا يعرفون الحقيقة عن مدينة الموصل. كان لكم دور كبير بدعم مو بس المهرجانات، العوائل، الناس المتعففة، العمليات في كل المجالات. أنا شفت فزعة موجودة، شو تقولون للعالم؟ بالتأكيد فزعة راح مصممة على التواجد في كل مكان تفتقد فيه الإنسانية أو بحاجة ماسة إلى وجود متطوعين شباب غيارة يجب أن يعكسون صورة إيجابية وإنسانية عن مدينتهم وعن تراثهم وعن حضارتهم. بالتأكيد الموصل اليوم بحاجة إلى تكاتف الجميع. كانت فزعة أحد الداعمين الرئيسيين لهذا التوحد من أجل إقامة مهرجان من داخلها. هو ذلك المهرجان ليس إغاثي وليس اجتماعي وليس إنما رسالة أساسية وركيزة مهمة لإثبات أن مدينة الموصل هي مدينة راعية للسلام، مدينة الموصل هي مدينة تعتبر بوابة للسلام ودار له. أستاذ مصطفى شكرا لك والفزعة على مواقف. شكرا لك وإن شاء الله راح تشوفون فزعة في كل مكان إن شاء الله.